بعد ذلك الفيديو تعرضنا لبزاف الحاجات، تهديدات، نتهدوا، نضربوا، يقتلونا. البارح بالليل عملوا لي فحال شي واحد شي ارهابي، بغيت غير نشوف غير شي واحد فيهم، ما فهمتش، كنشوف غير يد كتنزل ويد كتطلع. يهودي وما غيعملوا له شي، هذاك ضرب بيدك اخي، ولكن علاش تطول يدك في وجهك؟ بلا تسمح لي رجعنا دابا تخرجوا بكمامه، رجعنا تنخافوا على راسنا الصراحه. انت شي ام غترضى على ولدها حق يضربوك لوجهك؟ علاش يعني دقة الوجه؟ علاش تضربني في وجهي؟ دابا تا ياخرين بغاو يصوروا معنا ما قدروش، يخاف صراحه، خايفانين على راسهم. يعني ما بقى حتى شي حاجه، يعني بنادم اللي كيشوفك مخسر في وجهك راه معروف شنو هو، انت كيقول لك شمكار صافي راه، يعني من اليوم تحتسب واحد اخر شمكار جديد دخل عاود في اللائحه ديال الشماكريه هو انا. تنطلبوا من السلطات زعما تحمينا من هاد الناس. دابا هادشي فوقاش وقع من بعد ما نزلنا هادشي، من بعد ما تنزل الفيديو الاول اللي كنا هضرنا فيه على الناس الجناكا والدراري الصغار اللي قلنا ماشي من حقهم انهم يشوفوا هادشي هذا، وماشي من حقهم يعرفوا هادشي هذا كامل، ماشي مزيان. يعني ما نكذبش عليك، انا وليت ماشي في الطريق، وليت ما كنتش متوقع هادشي هذا، كنت كنقول غير الهضره يومين غتنسى الهضره هادي. الحق البارح بالليل عملوا لي فحال شي واحد شي ارهابي، بغيت غير نشوف غير شي واحد فيهم، ما فهمتش، كنشوف غير يد كتنزل ويد كتطلع وكلشي كيضرب. كيفاش وقع؟ شمن بلاصه؟ في الحومه تما، في مدينه قديمه، في الحومه، في حومه منيدره. انت حتى السروال لقاو بالليل مع شي جوايه جوج ونص هيداك بالضبط، هادي هي الوقيته اللي تضربت فيها انايا. انا هابط قلت ما حتاش نطلع من ديك الاتجاه دكاره، من اللي كيبيعوا كاملين تمايا بالاسماء ديالهم بكلشي ديالهم عندي، وانا ان شاء الله غدا نقدم شي كاين الوكيل الملك، وكنتمنى من السلطات انهم يوقفوا معايا في هاد القضيه هادي، حيت انا ما قلتش شي حاجه د العيب اصلا، كنقول اللي كاين والواقع هو هذا، والواقع راه كلشي كيشوفه. انا كنتمنى من السلطات انها تدخل، وانا ندفع غدا ان شاء الله شي كاين الوكيل الملك، عملت الشهاده الطبيه ديالي، عملت كلشي ديالي، ولكن شكون اللي هما اللي ضربوني؟ اللي ضربوني معروفين، هما اللي كانوا كيتهددوا عليا في الطلعه والنازله، ما يكونش شي واحد من غيرهم. دابا الضربه ديال وجهك كيفاش كنتي طايح في الارض ولا ملي كنتي؟ كيفاش تضربك من وجهك؟ انا كنقول لك ما فهمت والو، ما اربعه ما فهمت والو منهم. فهمت منهم والو، عاد كيبان لي شي واحد من فوقي كيعمل لهم دغيا 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 دغيا، ما فهمت والو. كنقول لك الساعه اللي تلقوني حدي غوت، يلا بغيت نغوت غوته واحده، هو كيجمعني واحد بواحد النص، ما فهمت حتى شي حاجه منهم انا. يهودي وما غيعملوا له شي، هذاك ضرب بيدك اخي، ولكن علاش تطول يدك في وجهي؟ يدك علاش الطاوله في وجهي بالمدع؟ علاش؟ واش انا اديتك شي حاجه؟ هذاك انا ما هضرتش حتى عليهم، انا هضرت على الجناكة، هضرت على الطفوله، هضرت على الشباب اللي كيدخلوا كيتدمروا بهذيك. معانا عائلات كنشوفوهم، معانا امهات كنسمعوهم كيبكيو بالليل وبالنهار، كيحسبي الله ونعم الوكيل، كيقول لك في اللي دمروا لنا ولادنا. انت شي ام غترضى على ولدها؟ هما غير الناس الحومه وسمحوا كاملين، يعني انا بحكم انا كيعرفوني ما عندي حتى شي واحد هنايا، سمحوا كاملين كيقول لك يضربوك يتشطوا فيك يفلقوك حق يضربوك لوجهك. علاش يعني دقة الوجه؟ علاش تضربني في وجهي؟ يعني معاناة ديال الانسان مضروب في وجهه باينة، يعني كنتمنى منهم يشوفوا شي حل في هادشي هذا اللي انا فيه، والمستقبل راه باين. يعني ما بقى حتى شي حاجة، يعني بنادم اللي كيشوفك مخسر في وجهك راه معروف شنو هو، انت كيقول لك شمكار صافي راه، يعني من اليوم تحتسب واحد اخر شمكار جديد دخل عاود في اللائحة ديال الشماكرية هو انا. يعني ما عندي حتى شي ذنب، قلت جوج كلمات سبوا لي جوج ضربات في وجهي عادي. بلا تسمح لي رجعنا دابا تخرجوا بكمامه، رجعنا تنخافوا على راسنا الصراحه. من بعد هذاك الفيديو تعرضنا لبزاف الحاجات، تهديدات، نتهدوا، نضربوا، يقتلونا، فهمتي؟ وصراحه السلطات عامله الخدمه ديالها زعما تبارك الله عليها الصراحه، باش نقول لكم الصراحه تنشكروها، ولكن السلطات ما تكونش معنا دائما. يعني حنايا خدامين في العراسات، ندخلوا بالليل في اي ساعه، الاربعه، الخمسه، السته، نقدروا في اي ساعه نضربوا، فهمتي؟ يعني وحنايا معنا حتى واحد، لا اب لا ام، يعني حنايا حتى واحد، نخافوا على راسنا. وهذا الولد اللي تضرب خدام معنا مسكين حتى هو في العراسات، يعني راه تضرب في وجهه، الواحد اللي تضرب في وجهه صافي ما بقى والو. يعني كيف تضرب هو، تضرب انا، تضرب المراه اللي عملت معنا
روبورتاج يتضرب لولد اخر. دابا حتى اخرين بغاو يصوروا معنا ما قدروش، يخاف صراحه، خايفانين على راسهم. هادشي اللي كاين. انا كنشكر غير واحد السيده هي اللي زعما صراحه حد الله وقفت معايا وباقا واقفه معايا، وكتقول لي انا وقف معاك حتى اخر ساعه في حياتي، كتقول هي ناديه بن منصور رئيسه الجمعيه ديال مكافحه المخدرات، كتقولها لي وكتعاودها لي دائما، كتقول لي انا غنوقف معاك حتى نجيب لك حقك من هادو اللي ضربوك، ولو انهم هما جايبينهم وكارينهم عليك ولا شي حاجه، ولكن راه باينه يعني فين ما كنطلع، وهي بشهاده بنتها كانت مع ايوا سمعت بودنا الهضره اللي قازت عليا في وسط الكاره، يعني في وسط الكاره ديال حمام نيدر. كيفاش سمعت الخبر؟ كنتي معاه ما كنتيش معاه؟ لا ما كنتش معاه، كنمشي يتسخر يجيب شي حاجه، تسمعت بان تضرب فهمتي مع تما الليل، اي واحد يقدر يتضرب، حتى انا نقدر نتضرب، يعني رجعنا دابا في الخوف الصراحه، يعني في الخاطر، تنتمنوا زعما من السلطه تحميونا فهمتي. لان السبب اللي خلاهم باش يهدوكم باش يوقع هادشي، لان حنا هضرنا على الجناكه وداك الشيء اللي هضرنا على الجناكه، الناس قال لك بان ضريناهم، الناس اللي تتبيع وداك الشيء فهمت، يعني ضريناهم، السلطات عملت اكثر من الجهد ديالها، دابا قال لك ضريناهم حتى هما فهمت، يعني هذوك الناس يعني قاطعين يدهم يد الله، نخافوا على راسنا الصراحه. تنطلبوا من السلطات زعما تحمينا من هاد الناس، وغدا ان شاء الله غنقدم شكايه للوكيل مالك، وتنطلب من زعما الناس يوقفوا معنا، لان هادشي خاطر الصراحه، وتتمنى من الوالي طنجه حتى هو يوقف معنا ويتدخل في هادشي، هادشي اللي عندنا الصراحه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.